مع الهاتف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور شوقي مساء الفل يا فندم. مساء النور الحمد لله. انا بقيت بتفائل بالمداخله دي. انا بقيت احب اشوف حضرتك دائما في البطولات ما شاء الله، يعني لسه سايبين حضرتك ببطوله من كام يوم والنهارده الحمد لله ربنا يعني اكرمنا الحمد لله. النهارده الف مبروك وشك واداء ونتيجه ونتيجه كبيره وكاس مهم لاول مره في التاريخ ونجاح وانجاز للاهلي الصعود لسيمي فاينل كاس القارات والفوز بكاس التحدي النهارده ويسطر الاهلي اسمه كاول نادي في التاريخ يحصد هذا اللقب. والنهارده ما شاء الله البطوله رقم 154 العداد شغال يعني. الحمد لله ربنا يزيد ويدين يا رب ان شاء الله. النهارده الجمهور يفرح يا دكتور شوقي الحقيقه. شيء انا دائما بقول هذا الكلام، هو ده السر وهو ده اللي فضله على النادي وهو ده اللي شايل النادي في كل الاوقات. جمهور النادي الاهلي ما فيش جمهور زيه، جمهور النادي الاهلي هو الداعم وهو المساعد وهو المساند، جمهور عظيم جميل لا يعني ليس لدينا الا ان ننحني امام فضله على النادي. دكتور شوقي الكل بيشعر بالمسؤوليه، يعني ممكن الاداره تشعر بالمسؤوليه، ممكن اللعيبه تشعر بالمسؤوليه، بس كمان الجمهور بيشعر بالمسؤوليه. اعتقد الاهلي بينفرد بذلك. جمهور راقي محترم يعلم قدر ناديه ويقف ورا ناديه في كل الاحوال، جمهور مثقف جدا ورا ناديه بيعمل كل حاجه، وزي ما حضرتك تفضلت هو فعلا على قدر من المسؤوليه يعني يصعب وجوده. كنت متفائل جدا قبل المباراه دكتور شوقي، يعني في مباريات بيبقى داخل 50-50 فيها شويه قلق، النهارده كنت متفائل جدا كنت يعني؟ كنت متفائل الحمد لله، بس كنت خايف كالعاده، انا دائما خايف من الاهلي. الحمد لله الحمد لله. خد بالك انا امبارح قلت للناس كلها على الهوا حطوا في بطنكم بطيخه صيف، الاهلي كسبان اللقب. ربنا يكرمك ان شاء الله، دايما مطمئن مع النادي الاهلي باذن الله. دكتور شوقي الشوط الاولاني 1-0 اعتقد كان يعني كان الاداء يدي اكتر من كده، احساسك ايه بقى بين الشوطين و1-0 والاداء كان حلو في الشوط الاولاني؟ اولموست كان وان سايد جيم الشوط الاولاني، الاهلي نزل بقوه شديده جدا، لديه هدف واحد، هاجم طول الوقت، ضاغط فريق العين المحترم برضو اللي لازم طبعا نذكر انه فريق محترم. والحقيقه لازم برضو يعني اذكر جمهور العين الكريم اللي كان موجود النهارده في الاستاد، حاجه راقيه جدا طبعاً ومهذبين ولطاف ومفيش اي تجاوز، شعب محترم وناس محترمه وشقاء محترمين جميل جدا مظبوط. ما يقلوش برضو عن اللي احنا رايحين لهم من جمهور قطر العظيم، وقطر العظيمه نفسها اللي عملت اعظم كاس عالم لغايه دلوقتي مظبوط، وهو يعني ان شاء الله بنتوق من دلوقتي لهذه المباراه. لكن زي ما بقول لحضرتك كنا كان اهي الحمد لله ضغط التايم الاولاني كله كان شبه يعني وان سايد جيم، ممكن يعمل افضل من كده في التايم الاولاني، لكن احنا ترتيب بقى الامور في التايم الثاني وربنا اكرمنا الحمد لله. النهارده امام عاشور جاب جول حلو بصراحه يا دكتور شوقي. هو بيبحث عنه بقاله كذا مباراه. وحلو يعني مش مجرد جول، حتى قبليه في واحده ضاعت ما قدرش يعملها، لكن الحمد لله ربنا كل الجول. قصدك اللي هي كان على الارض دي؟ تسديده على الارض. خالد عيسى النهارده من نجوم المباراه، حارس مرمى العين بصراحه. مفاجاه يعني، كنا متوقعين انه مستواه اقل من كده شويه، لكن الحقيقه هو شال المباراه كامله، بالذات في الشوط الاول شال كورتين ورا بعض اجوال محققه، وبعديها شال كور تاني. لا كان موفق جدا جدا النهارده ما شاء الله. بين الشوطين قلتوا ايه بقى لبعض؟ يعني انا حسيت انه الاهلي راكب الماتش فخلاص الموضوع، ولا القلق كالعاده؟ حضرتك عارف لا طبعا مفيش ركوب ماتش ولا كلام من ده خالص، احنا ما بنحبش الكلام ده، ومحترمين الفريق الاخر ممكن يعمل اي كم يعني اي رجوع للمستوى. كنا قلقانين برضو ان واحد لا يكفي، وبنقعد بنقول بقى بطريقه المشجعين لو كان بس الكره الفلانيه جت، لكن والتاني جه كنا ارتحنا. بالظبط كده الحمد لله. انا عايز اقول للناس سر ولا مفيش داعي على الهوا؟ اتفضل. ممكن اقول لهم سر من اسرارك؟ انا تحت امر حضرتك. انا وانا في المقصوره الدكتور شوقي كنت قاعد جنبه في ماتش السوبر مع الزمالك، الدكتور شوقي تقريبا قرا جزئين قران يعني. انت حضرتك كنت بتقوم ليك طقوس خاصه؟
بتقوم وتقرا قران، تبعد شويه عن الكرسي المقعد يعني والمكان اللي حضرتك بتقعد فيه، وتقرا قران كتير وبعدين ترجع تاني، وبعدين تروح تقرا قران وبعدين ترجع تاني، تروح تقرا قران طول الوقت، طول ما الاهلي مش كسبان يعني، طول ما الموضوع يعني لسه رايح جاي. والله وحتى هو كسبان بقى برضه املا في سند من ربنا. حضرتك قلت لي يوميها التعريف ثلاث اجزاء انا شايف هو ده اللي بيسندنا ان شاء الله. طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ونعم بالله. طبعا دكتور شوقي انا ببارك لحضرتك جدا، ببارك الله يبارك بهني مجلس الاداره على المجهود الكبير اللي عملوه، الله يبارك في حضرتك، وعلى الانضباط والتركيز اللي عليه الفريق بصراحه يعني في الملعب وخارج الملعب، ودائما بطولات، واعتقد بقى كده حان الوقت نوصل فاينل كاس القارات ان شاء الله. امين يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي نكون ابطال ثلاث ارباع العالم باذن الله. ان شاء الله باذن الله الكور ان شاء الله ونلتقي في النهائي بقى مع بطل اوروبا ربنا يكتب باذن الله. يعني ادعو في نهايه اللقاء ان يكون لي لقاءات مع حضرتك ثاني ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور شوقي في الاستوديو بقى، تشرفنا ورايا في الاستوديو، نرتب ان شاء الله حلقه في الاستوديو باذن الله. يشرفني ويسعدني. الله يخليك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي.